الخير. مهنة المحاماة من المهن الدقيقة جدا لأنها متعلقة بالعدالة، والعدالة عشان تتحقق يبقى فيه قوانين، والقوانين علشان تتطبق محتاجة أنها تتفهم، وعلشان تتفهم لازم نستوعب اللغة اللي مكتوبة بيها القوانين. علشان كده مهنة المحاماة طول عمرها بتتعلق وبترتبط باللغة، مرتبطة بأنه إزاي اللغة دي فيها القدرة على أنها تستعرض الحجة، قدرتها على تفسير القانون لصالح القضية محل النزاع، بقدرتها على توصيف الأمور. كنا بنشوف إزاي أنه زمان السياسيين كانوا دايما أصولهم قانون، هم كانوا خريجين كلية حقوق عشان خاطر يعرفوا أن هم يفهموا السياسة بشكل صحيح. مصر طول عمرها فيها محامين عظام، تحس في مرافعتهم بعظمة المهنة، سواء محامين اتفقنا معاهم تاريخيا أو اختلفنا. يمكن ده جزء من اللي وثقه أديب مصر الكبير يحيى حقي اللي بدأ حياته كمحامي بعد ما درس في كلية الحقوق. اتكلم عن صولات وجولات المحامين في قاعات المحاكم، تطرق في بداية مذكراته لواحد من أشهر المحامين في مصر في تاريخها وهو إبراهيم الهلباوي. وللأسف إبراهيم الهلباوي كان محامي الضباط والجنود الإنجليز في مذبحة دونشواي، وترافع ضد ولاد بلده، والتاريخ منسيلوش الموضوع ده. الهلباوي قبل الواقعة دي حسب مذكرات الأديب الكبير يحيى حقي كان بيضرب بيه المثل بين الناس، لدرجة إن الواحد كان ممكن يتخانق ويقول للتاني والله لا قتلك واجيب الهلباوي. يعني قصده إن الهلباوي يقدر يطلع أي حد براءة حتى لو الحد ده قتل، عشان هو كان بارع في القانون وبارع في ايه كمان؟ في اللغة، اللغة اللي بيستعرض بيها الحجة، اللي بيستدل بيها على القانون في نصوصه وفي مدلوله. كلنا بقى افتكرنا الأمثلة دي النهاردة واحنا بنشوف محامي الدولة هو بيطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير. وضمن الأدلة اللي قدمها سيادة المحامي قال ايه؟ محضر اجتماع مجلس الأمن رقم 1343 بتاريخ 29 مايو 1967 والذي أفاد به مندوب مصر الدائم بقيام الحكومة المصرية إيداع مذكرتين إلى سفارتي أمريكا وإنجلترا بتاريخ 30 يناير و28 فبراير في عام 1950 لاطلاعهما على قرار مصر، حط بقى كم خط على الحتة دي، باحتلال جزيرتي تيران وصنافير. تخيلوا معايا بقى كده لما محامي حكومة، بلاش حكومتنا، حكومة أي دولة تسمع عنها، بيوصف سلوك بلده بأنه كان احتلال. يعني لهذا الحد هل ممكن اللغة تخون المحامي؟ ما مش قادر أنه يعبر بكلمات صحيحة. لما اللغة بتخون المحامي بيفشل، لما بتخون الدولة اللي هي كيان فوق أنه قانوني، هو كيان سياسي، كل كلمة بتخرج منه هي أساس للحقيقة، هي أساس لوضع معين، وهو أساس لهوية الأمة. فالدفاع أو الدفوع والنقط اللي استخدمتها الدولة النهاردة عشان تثبت ملكية أرض وقع تحت سيادتها لصالح دولة أخرى كانت مثيرة لغضب ناس كتير. لكن قبل ما تثير الغضب هي كانت مثيرة للرثاء، لما دولة تخونها اللغة هي والمحامي اللي بيمثلها، لدرجة أنها توصف نفسها بأنها دولة احتلال. عندنا هنا أزمة محتاجين ان احنا نقف عندها. عايز تثبت حاجة، عايز تثبت حق، عايز تثبت اي موقف، انت حر، بس انتقي كلماتك عشان ما توجعش اللي بيتابع حضرتك. بعد الفاصل.
خلونا بنقول لحضراتكم ابرز المنشطات اللي موجوده في صحافه بكره. نبدا معاكم من جريده الاهرام. جريده الاهرام: تاجيل امتحانات الثانويه العامه بعد تسريبها، رئيس يدعو الى التصدي للجماعات الارهابيه دون انتقائيه، تداعيات الطلاق البريطاني الاوروبي تضرب البورصات المصريه والخليجيه، شكري يبحث مع المبعوث النرويجي المصالحه الفلسطينيه، ومواجهات في الاقصى بين المصلين وقوات الاحتلال، وحصاد عامين من الانجازات 4.4% ارتفاع النمو ومشروعات قومية عملاقة. في جريدة الوطن: الثانوية، الغش ينتصر والتعليم تعترف بالفضيحة. ده عنوان الوطن. وكمان وزير القوى العاملة للوطن بيقول: لست إخوانيا واختياري للمنصب لا علاقة له بأهل الثقة. وسعفان: نسعى لخفض معدل البطالة 5% وخصخصة الشركات المتعثرة غير واردة واختلاس بالنقابات المستقلة. قضايا الدولة: تقدم 9 وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير. مشادات بسبب الموازنة، وعبد العال بيقول الدستور بالطرديات. وكمان توابع ضياع الدوري، مرتضى شايط في الكل. جريدة المصري اليوم: الدولة ترفع الراية البيضاء في معركة تسريبات الثانوية، إلغاء الديناميكا وتأجيل باقي الامتحانات إلى 4 يوليو. وفد الكونغرس الأمريكي يبحث مع السيسي الحرب على الإرهاب. مقاولون يكرم محمد صلاح، واللاعب بيقول جميل النادي في رقبتي. ووزير الصحة يطالب شركة دواء بنفقات سفر 4 طلاب لمؤتمر بالخارج. جريدة الشروق: البورصة تهوى 5.5% والجنية ارتفع مقابل اليورو والاسترليني. رد المحكمة يعطل طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير. قضاء يلغي قرار حظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة لأكثر من 9 سنوات. وغدا طرح تذاكر قطارات العيد الإضافية. وعلماء الفلك بيقولوا رمضان لن يعود في فصل الصيف إلا بعد 25 عاما. الحمد لله. خلونا واخر حاجه كانت جريده الوفد: نكست الثانويه العامه. ده العنوان اللي اختارته لموضوع الثانويه العامه. وبعد رد المحكمه: تاجيل الطعن على حكم تيران وصنافير لجلسه 3 يوليو ونيابه جنوب القاهره ترفض التعامل مع الصحفيين والاعلاميين. خلونا بقى نبدا جولتنا ونشوف ابرز الاخبار اللي وقفنا عندها. ونبدا معاكم بتحقيق من جريده المصري اليوم بيكشف تفاصيل جديده عن رحلات الهجره غير الشرعيه. تحقيق عمله الأستاذ أحمد شلبي بيقول أنه طول السنين اللي فاتت كان الشباب هم أبطال ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن المفاجأة أن الأيام اللي فاتت أظهرت تغيرات جديدة في الظاهرة دي، واللي أظهرها هو البحر. البحر هو اللي كشف عن الموضوع ده مش المسؤولين، لأن تقارير حوادث الغرق أكدت أن في أسر بكاملها بقت بتهاجر بطرق غير شرعية، مش عشان أسباب سياسية لكن لأسباب معيشية بحتة. وتبدأ الرحلات دي من السواحل في اسكندرية ورشيد وكفر الشيخ. اتكلمت المصري اليوم مع إسلام عبد النعيم، وهو واحد من النجو من المركب اللي غرق من حوالي شهر على سواحل اليونان وتم إنقاذه، لكن للأسف غرق في نفس الحادثة دي ولاده الثلاثة ومراته. قال إسلام إنهم قبل ما يركبوا المركب بيرموا بطايقهم وبيرموا أي ورق يثبت شخصيتهم، ولما بيوصلوا إيطاليا بيقولوا إنهم عيلة سورية هربت من البحر وبتطلب اللجوء الإنساني. فعلا ده حصل في حالات كتير، ودخلت الأسر لإيطاليا ومنها اتحركت لدول أوروبية تانية، لكن لو الشاب سافر لوحده مش بيدخلوه البلد. الإحصائيات الرسمية اللي نشرها التحقيق في المصري اليوم بتقول إنه عدد الجثث اللي رماها البحر خلال يونيو بس شهر 6 وصلت ل 37 جثة، كان منهم 13 طفل، منهم 7 ستات، منهم 17 شاب. ولما عملوا تحليل الدي ان ايه تبين انه في 19 منهم مصريين، ومن ال 19 دول 3 من عيله واحده، وطفلين كانوا مربوطين في بعض بشرط واحد، وامهم اللي لقوها او لقوا جثتها على بعد 2 كيلومتر تقريبا على نفس الشط. وتبين انه الاسره من محافظه الغربيه، وانه رب الاسره اسمه سمير رؤوف، وكان هو وافراد الاسره سابوا بيتهم وركبوا مركب هجره غير شرعيه من اسكندريه، وإن الأب تم إنقاذه من خلال مركب يوناني وموجود حاليا في اليونان. تحقيق فيه كلام ومعلومات مرعبة لازم نقراها، لازم المسؤولين يقروها، نحاول نفهم إيه اللي بيخلي رب أسرة ياخد عيلته بالكامل للمجهول علشان يدور على فلوس أكتر أو يفكر إنه هيوصل لعيشة أفضل. خبر تاني
وقفنا قدامه نشروا موقع مصراوي وبيقول انه منظمه اعلام بيرن وهي منظمه سويسريه غير رسميه طلبت بتشديد الضوابط على شركات الادويه العامله في مصر، لانه التجارب السويسريه او عفوا التجارب يعني اثبتت اللي بتعملها الشركات متعدده الجنسيات على المرضى في مصر انها لا توافق او لا تتوافق مع المعايير الاخلاقيه العالميه. ولفتت المنظمة لأنه دواء من أصل ثلاثة بيكون غير مطابق للمواصفات، وإن المخالفة بتكون بيكون يعني بتخالف الإعلان الخاص بأخلاقيات التجارب الدوائية، وبينص على عدم إجراء التجارب إلا على الدول اللي بتتقدم بطلب إجراء التجارب فيها، وده ما يعني أنه تم خرق نصوص إعلان هنسكي في مصر. طلبت منظمة إعلام بيرن السلطات المصرية بأنها تصدر قانون ينص على إجراءات رقابية قوية لمواجهة الخروقات دي من شركات الأدوية، لأنه قاعدة العمل موجودة في مصر لكنها هشة، وأنه في أمور بتتعلق بقضايا أخلاقية لحماية المشاركين في التجارب من التعرض للضرر، خاصة أنها تجارب مخالفة للقوانين الدولية، وأنه التجارب بتتركز على أدوية السرطان والمخدرات. يعني باختصار المصريين بيتم استخدامهم في تجارب على أدوية من غير أي ضمانات ليهم وبره سيطرة أي قانون، والغريبة أنه اللي بيكشف ده منظمة سويسرية. الخبر أو الخبرين اللي جايين لازم برضو نقف عندهم لأنهم بيكشفوا الخلل اللي موجود في دولاب الحكومة أو نظام الحكومة. البوابة نيوز قدرت أنها توصل لمستند بيكشف علاقة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بشركات الأدوية، وبيقول أنه الوزير أمر مدير مكتبه بأنه يخاطب إحدى شركات الأدوية علشان تتحمل نفقات سفر وإقامة 4 موظفين بالوزارة لجنيف في الفترة من 20 لـ24 مايو 2016. والوثائق دي تمثلت في خطابين رسميين عليهم توقيع وختم الدكتور محمد فتح الله رئيس قطاع مكتب الوزير. تضمن الخطاب الأول الموجه لشركة أو إحدى الشركات العالمية للأدوية إنها بتتحمل مصاريف إقامة 4 طلاب من كلية طب عين شمس والقاهرة لحضور اجتماع منظمة الصحة العالمية بجنيف في الفترة من 20 لـ24 مايو اللي فات. الخطاب الثاني كان موجه لمدير المكتب العالمي برضو لإحدى الشركات العالمية للأدوية، بيطالب فيه رئيس قطاع مكتب وزير الصحة بناء على توجيهات الوزير إنه يتحمل تكاليف إقامة وسفر الدكتورة سحر محمد صادق الأستاذة بكلية الطب بجامعة عين شمس لمرافقة وزير الصحة لحضور الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 20 لـ24 مايو اللي فات. التقرير قال إن الإجراء ده ما كانش متبع مع الوزراء اللي فاتوا، وتحديدا في سفر مسؤولين بالوزارة على حساب الشركات، لأن ده ممكن يتسبب في إنه الشركات تطلب مقابل زي مثلا التساهل في مخالفات شركات أدوية، أو إن هم ياخدوا تصريحات للمصانع أو خطوط إنتاج مخالفة للمعايير أو إجراءات مخالفة أو التساهل في زيادة أسعار الأدوية، علما بأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن الاعتمادات المالية للمسافرين بره لحضور مؤتمرات أو أي فعاليات دولية. غلطات بسيطة كده بنحاول إن احنا نقول إنها بحسن نية، بس حسن النية ما ينفعش وحضرتك مسؤول، كل خطوة ليها حساب. الخبر التاني برضه هو عبارة عن مستند وصلت له التحرير بيوضح آلية تنظيم العمل في وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وفي بيوافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر على قواعد السلوك المهني للعاملين بالكهرباء، وبعتت الشركة القواعد دي لكل الشركات التابعة لتعميمها وتوقيع العاملين عليها بالعلم. التعليمات دي بقى كشفت عن مفاجأة كبيرة، وهي إنها بتسمح للموظفين إن هم ياخدوا هدايا ورحلات ترفيهية في حدود مبلغ 300 جنيه استنادا للقانون اللي صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وده اللي اعتبرته مصادر بالشركة القابضة للكهرباء بأنه عبارة عن رشوة مقنعة. قالت المصادر أنه رئيس الشركة القابضة في مقدمة هذه القواعد المنظمة لقواعد السلوك المهني أكد إتاحة تلقي الهدايا والمجاملات والمشاركة في الأعمال الترفيهية بشرط أن الهدايا دي تكون ملائمة ومصدق عليها من المستوى الوظيفي الأعلى، وان تكون الهدايا دي محدودة القيمة وانه ما يكونش مغالى في قيمتها. وقال مصدر انه السماح بقبول الهدايا بيفتح الباب او هيفتح الباب للرشوة وضمان عدم محاسبة اللي بياخد هدايا بعد ما تم تقنينها بمعرفة مجلس ادارة الشركة القابضة للكهرباء كهرباء مصر. ورغم ان القواعد اتحددت انه ممكن قبول هدايا ما يتجاوزش قيمتها 300 جنيه فالمشكله ان القواعد ما حددتش المده الزمنيه اللي ممكن فيها الموظف يقبل هديه، هل هي مثلا كل اسبوع كل يوم؟
يعني كل يوم بقى ياخد هدية ب 300 جنيه، هل بكده موظف الشباك في الشركات التوزيع ممكن يقبل هدية في حدود 300 جنيه عشان ينهي هو كمان مصلحة مواطن مثلا؟ مع العلم ان الموظف الواحد بيتعامل مع عشرات يوميا من المواطنين، دي كلها أسئلة محتاجة إجابة وتكون واضحة، تتسابش كده في المطلق. نخرج بقى من مشاكل الوزارات والحكومة ونروح لمشاكل الدراما. واضح انه حتى المسلسلات المفروض انها بتتعمل علشان ترفه عن الناس بقت هي نفسها مصدر مشاكل. الشروق عملت تقرير رصدت فيه تحول مشاهد العنف والطار في مسلسل الأسطورة للفنان محمد رمضان لما يشبه الأهداف في مباراة كرة القدم، لأنها بقت يعني بتحظى بتصفيق والمشاهدين قاعدين على القهوة بيتلموا عشان يتفرجوا عليها في مشهد نادر بدراما رمضان وارتباط الجمهور ببطل المسلسل اللي هو اسمه ناصر الدسوقي، في حالة من الترقب ان هو ازاي هينتقم لأخوه الراحل اللي بيتم قتله على يد عدوه، ومجرد ما حصل طار ناصر لدم أخوه بدأ المشاهدين في الاحتفال، ورواد تويتر عملوا هاشتاج اسمه ناصر الدسوقي دخل ضمن قائمة الأعلى تداولا، لدرجة أنه في تعليق على تويتر كان بيقول أن المصريين فرحوا ببراءة ناصر الدسوقي وطاروا لأخوه أكتر من فرحتهم بجون مجدي عبد الغني في كأس العالم. طبعا احنا مش ضد خالص أن الناس تحب مسلسل وترتبط بيه، احنا بس خايفين من ان ده يخلي الناس تؤمن بفكرة الطار وتكفر بالقانون، ده في حد ذاته كفيل انه يحول اي مجتمع لغابة. فبس هي دي التخوفات اللي كانت في هذا التحقيق. لكن رغم الاخبار الحزينة دي كان في خبر مبهج ولافت، وهو الاعلان عن افتتاح اول مدرسة في الصعيد لتعليم الباليه، وده في محافظة المنيا. حسب الخبر اللي منشور في جريدة الوطن انه ماركو عدنان منسق مجموعة الوانات بالمنيا فتح اول مدرسة باليه بشكل احترافي في صعيد مصر في مدينة المنيا، فيها حوالي 150 طفل، فيها قاعات باليه وبيتم فيها تدريب الاطفال من اول عمر 4 سنين ولحد 16 سنة، وده باشتراك رمزي لكل مستوى. وقال انه بيتم اختيار المتقدمين بعد ما يتعمل لهم اختبارات لياقة بمعرفة متخصصين، وبعد تدريب الأطفال على مستويات الباليه الأساسية وعددها 6 بيتم تأهيلهم وإعدادهم للمرحلة الاحترافية بتقديم العروض. انفصال لندن بقى عن الاتحاد الأوروبي أثاره ما انعكستش على أوروبا بس، ولكنها كمان وصلت لمصر، علشان كده كان في أكتر من خبر اقتصادي مرتبط بالموضوع ده لفتوا نظرنا النهاردة. الخبر الأول منشور في دوت مصر بعنوان رغم انهياره عالميا الاسترليني يرتفع امام الجنيه المصري، وكشف التفاصيل الخبر ان اسعار بيع الجنيه الاسترليني ارتفعت النهارده علشان توصل ل 13 جنيه و33 قرش مقابل 13 جنيه و17 قرش يوم الخميس اللي فات، يعني بزياده 16 قرش، وده بالرغم من انهيار الجنيه قدام الدولار بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. واللي بيخلي الخبر ده غريب ان المصري اليوم نشرت امبارح بالليل تقرير قال فيه انه متعاملين بسوق الصرف بيقولوا ان الجنيه الاسترليني فقد 100 قرش من قيمته مقابل الجنيه المصري. ويمكن حتى احنا بنتابع العناوين من شويه شفنا الجرايد ازاي بتتكلم عن معلومات شبيهه بالخبر ده، بيقولوا ان ده حصل من وقت اعلان نتيجه الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وانخفض رسميا بالبنوك ل 12 جنيه و15 قرش مقابل 13 جنيه و15 قرش قبل الاستفتاء. مصرفيون قالوا انه المعروض من الجنيه الاسترليني قليل في السوق المحلي، وان البنوك عندها وفره من العمله البريطانيه، وهتتولى البنوك تحديد سعرها يوم الحد بالتنسيق مع البنك المركزي ومراعاه الاسواق العالميه. ولما جه الحد فوجئنا ان الاسترليني بدل ما يتقال او بدل ما يقل 100 قرش قدام الجنيه المصري بيزيد 16 قرش، دي حاجه غريبه ومحيره. كمان البورصة المصرية عاشت ساعات صعبة جدا النهاردة، لدرجة ان الخسارة في نهاية التعاملات وصلت ل 16.3 مليار جنيه، وده اللي يعني فسروا بعض المحللين انه سببه هو استفتاء بريطانيا. لكن المحلل المالي محمد
دشناوي قال اليوم السابع انه كان من المتوقع تاثر البورصه المصريه بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكن الانهيار الكبير اللي حصل النهارده وادى لتراجع البورصه بنسبه 6% غير مبرر، لانه حتى بورصات فرنسا والمانيا ما انخفضتش غير 5%، وبريطانيا نفسها تراجعت 3.5%. ورجع الدشناوي تراجع البورصه المصريه لضعف وعدم عمق البورصه، وده ادى لتراجعها بشكل مبالغ فيه، لكنه توقع تغير الوضع خلال جلسه بكره بعد تجاوز الازمه. نخرج من صحافتنا المحليه نروح للصحافه الاجنبيه الناطقه بالعربيه، واللي كانت مهتمه بانها تنقل ردود الفعل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. خلونا نبدا من وكاله الاناضول اللي وثقت شماتة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخروج البريطاني. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه نتيجة الاستفتاء اللي صوت فيه البريطانيون لصالح خروج بلادهم من مظلة الاتحاد الأوروبي هي بمثابة بداية مرحلة جديدة للطرفين. جدا في كلمة ألقاها بعد مشاركته في مادة أو مائدة إفطار نظمتها جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في مدينة اسطنبول يوم الجمعة، ولفت لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق الشهر اللي فات، وقال فيها أن تركيا مش هتدخل الاتحاد الأوروبي لحد سنة 3000. وكمل وقال ردا يعني على كاميرون: تفضل، يبدو أنك لم تستطع الصمود لثلاثة أيام. ورغم أن وكالة الأناضول في ترتيبها لجزئية معايرة أردوغان لكاميرون خلتها في الفقرة الرابعة تقريبا، إلا أنه سي أن أن العربية خلتها هي عنوانها الرئيسي، كما لو كان الموقع بيكلم باسم السياسة التركية زي ما وثقنا مع حضراتكم في أكتر من حلقة في الأسبوع اللي فات. نروح بقى البي بي سي اللي اهتمت أنها تغطي معركة تركيا اللي جاية مع الفاتيكان. تركيا قالت أن وصف البابا بابا الفاتيكان لعمليات القتل الجماعي للأرمن اللي حصلت في الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة جماعية بيظهر عقلية الحروب الصليبية. وقال نائب رئيس الوزراء التركي أنه تصريحات البابا ملهاش أي صلة بالحقيقة. وأرمينيا بتقول والعديد من المؤرخين أنه 2.5 مليون من الأرمن اتقتلوا على يد القوات العثمانية في عام 1915. وتركيا بتعترض على استخدام وصف الإبادة، وبتقول أنه مقتل الأرمن كان نتيجة حرب أهلية أثرتها الحرب العالمية الأولى واتقتل فيها غيرهم، وبتشكك بالأصل في عدد الضحايا. الجميل في تقرير بي بي سي هو عدم التورط في أي حكم قيمي على أي من الطرفين، ده بيقول وده بيقول. قال البابا في كلمته أنه هذه المأساة وهذه الإبادة الجماعية كانت للأسف بمثابة بداية لسلسلة حزينة من الكوارث الكبرى في القرن الماضي. نائب رئيس الوزراء التركي رد على تصريحات البابا بلهجة شديدة ووصفها بأنها مؤسفة وبس، من غير ما تورط نفسها في انحياز لأي من وصف الطرفين وتكييفهم أو ازاي كل واحد فيهم بيشوف التاريخ من وجهة نظره. نروح بقى لروسيا اليوم، وروسيا اليوم عمل التقرير يبدو انه مبالغ فيه بعض الشيء. تقرير بيناقش فرضية إمكانية خروج سلطنة عمان من دول التعاون الخليجي بناء على تغريدة لحساب الخارجية العمانية بتعبر عن احترامها لقرار الشعب البريطاني من بالخروج من الاتحاد الأوروبي. روسيا اليوم بتقف عند التغريده دي وبتقول انه في غضون ده اقترح نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق عبر تغريده على حسابه الشخصي في تويتر القيام باستفتاء على بقاء دول الخليج داخل مجلس التعاون سواتا باستفتاء بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي. وكمل السيابي اللي هو نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق بانه الفكره استفتاء لمواطني المجلس جميعا على مدى تحقيق المجلس لأهدافه في ظل اختلاف السياسات الاقتصادية والأمنية وغيرها. وصفت الخارجية العمانية من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تصويت البريطانيين لصالح مغادرة بلادهم للاتحاد الأوروبي بالقرار الشجاع والتاريخي للشعب البريطاني، وقالت الشعب البريطاني اتخذ قرار شجاع تاريخي بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بيفسروا البعض كرد فعل حازم تجاه بعض السياسات المفاضية الأوروبية. يمكن يكون تقرير روسيا اليوم مبالغ فيه وبيلوي
عنق الحقائق او زي ما بنقول كده بيأفور شويه. يمكن يكون غرضه استفزاز عدد من دول مجلس التعاون، كل الاحتمالات قائمه، بس هو تقرير لافت للنظر. نروح بقى لرويترز، ورويترز مهتمه بتوثيق اشتباكات المسجد الاقصى النهارده، وده في ظل تجاهل كبير من باقي الصحف والمواقع. بيقول الخبر او التقرير اللي في رويترز ان المواجهات متواصله بين المصلين في المسجد الاقصى وبين القوات الاسرائيليه. وقال الشيخ عمر الكسواني مدير مسجد الاقصى في اتصال هاتفي مع رويترز انه المواجهات بدات الساعه 7:30 الصبح لما سمحت قوات الاحتلال لمجموعه من المستوطنين بالدخول الى ساحات المسجد الاقصى، وقال انه دي المره الاولى من 14 سنه اللي بيتم السماح للمستوطنين بالدخول لساحات المسجد في العشر الاواخر من رمضان، وقال ان المواجهات متواصله وانه في عدد من الاصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق واصابات بسبب الضرب. الحياه اللندنيه عامله تقرير لطيف من مراسلها في الجزائر عن تماثيل الشخصيات الجزائريه الشهيره واللخبطه والأخطاء اللي حصلت في عملية نحت التماثيل دي وصناعتها، زي مثلا تمثال الراحل الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، واللي تم رفع الستار عنه في مسقط رأسه تزامنا مع احتفالات مدينة قسطنطينية بإعلانها عاصمة الثقافة العربية. لكن بن ساري بيأسف لأنه هذا التمثال الذي أنجز في البرتغال كان صدمة لعائلة الشيخ وللجزائريين عقب شكوك حامت حول عدم تطابقه مع شخصية بن باديس الحقيقية. وهنا فتحت السلطة الفنية باب لتساؤلات عن الشكل المجسد وصورة بن باديس الحقيقية. الأمر نفسه اتكرر في مناطق تانية في الجزائر، وبقت كل التماثيل اللي بتخلد الشخصيات وشهداء الثورة محط انتقادات، وصلت الشكوك إلى تمثال مؤسس الدولة الأمير عبد القادر الجزائري في قلب العاصمة، وتمثال الشهيد مصطفى بن بولعيد والشهيد عبد الحفيظ بولسوف في ولاية ميلا، وكمان الشهيدة حسيبة بن بوعلي. دي كلها من الجزائر، أو يعني مسألة عاملة غضب في الجزائر، مسألة التماثيل وعدم مطابقتها للشخصيات الحقيقية. نروح للصحافة البريطانية، والصحافة البريطانية على ما يبدو أنها لسه في حالة صدمة واندهاش زيها زي الرأي العالمي، الرأي العام العالمي اللي كان أصيب بدهشة كبيرة علشان نتيجة تصويت الاستفتاء الأخير واللي اختار فيه الشعب البريطاني أنه يخرج من مظلة الاتحاد الأوروبي. الجارديان عامله تقرير عن العرائض اللي بيتم التوقيع عليها لاجراء استفتاء تاني على بقاء المملكه من عدمه في الاتحاد، وده يمكن بعد ما اظهرت نتائج الاستطلاع الاول تجاه الشباب لابقاء بلادهم داخل الاتحاد، واتجاه الاكبر سنا ان هم يسيبوا الاتحاد. وشفنا كلام كتير عن المسنين اللي بيقرروا نيابه عن الشباب، شباب الحياه اللي هيعيشها الشباب ده ومصيره يبقى عامل ازاي. لجنه العرائض قالت انه وصلها لحد دلوقتي حسب الجارديان 77,000 توقيع، وجاري فحصهم لاسقاط التوقيعات غير الصحيحه، وده تمهيدا لعرض الامر على البرلمان. يا ترى هل هتكتمل مغامره التوقيعات دي ولا لا؟ تصنع قرار تاريخي تاني يحاول فيه الشعب البريطاني انه يقرا قراره من الاول ويغيره؟ مش عارفين. الاندبندنت البريطانيه ركزت على الخناقه السياسيه اللي حصلت بين لندن وموسكو بسبب تصريحات ديفيد كاميرون قبل الاستفتاء عن الانفصال، واللي قال فيها ان الاثنين الوحيدين اللي هيكونوا مبسوطين لو بريطانيا سابت الاتحاد الاوروبي هم ابو بكر البغدادي زعيم داعش وفلاديمير بوتين رئيس روسيا. فبوتين بقى رد على المزاعم دي في مؤتمر صحفي وهو في زيارته لأوزباكستان، وقال انها مناوره سياسيه حاول فيها كاميرون انه ياثر على الراي العام في بلاده علشان يدفعه للتصويت للبقاء في الاتحاد الاوروبي، لكن المحاوله باءت بالفشل. ووصف بوتين المناوره دي بانها بتعكس مستوى منخفض من الثقافه السياسيه. اما بقى الايكونومست ف خصصت صفحتها الرئيسية لتحليلات ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وفي واحد من تحليلاتها المعنوية بالخروج التراجيدي كانت بتتطرق لمستقبل بريطانيا الاقتصادي والسياسي والعسكري بعد نتيجة التصويت.
وبدأت المجلة الاقتصادية الأهم والأكبر في العالم افتتاحية التحليل بأنه ما كان غير متوقع في الماضي أصبح اليوم غير قابل للإنكار، وأن البريطانيين أخذوا قرارهم بالرغم من مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة حلف الناتو لإبقاء بلدهم داخل الاتحاد، لكنهم قرروا وصوتوا للانفصال. كانت أول المفاجآت بالانخفاض التاريخي لقيمة الجنيه الاسترليني، لكن حسب الإيكونومست فالنتائج السياسية والاقتصادية اللي هيكتشفها البريطانيين لسه أكبر من أنها تتشاف دلوقتي في المستقبل القريب، ولسه قدامهم شوية على ما يشوفوها ويقيموها. وتطرقت لأجواء الشك والريبة والاتهامات المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي على خلفية خروج بريطانيا وتخوف الاقتصاديات الأضعف من قرارات مماثلة ممكن تاخدها دول أقوى اقتصاديا. التحليل أقرب لرصد الأجواء، أجواء التخبط والشك والتساؤل اللي كانت بتنتاب أوروبا كلها بعد القرار الأوروبي، ومش بس أوروبا كلها، فانتاب العالم كله زي ما احنا شايفين بيتأثر حتى على البورصات العالمية، وكلنا بنتابع ده تأثيره هيكون علينا ايه. دي جولتنا في الصحافة اليوم، تصبحوا على خير.